من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس. شرف وامتياز أكون ماشي بنفس الطريق الذي يسمى أحد السعف أو طريق أحد الشعنين، ببساطة دخول المسيح الظافر المنتصر إلى أورشليم باجتماع واحتشاد الجماهير الكثيرة التي جاءت معه من الجليل، وطبعاً الناس المعيدين اللي كانوا في أورشليم بأيام الفصح كلهم اجتمعوا وكانوا ينادون أوصنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب. ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا؟ أجابت الجموع وقالت إنه يسوع النبي الذي من نصرة الجليل. هذا طبعا شرف وامتياز كبير أن أكون أمشي في نفس الطريق مع آلاف والملايين من السياح بكل اختلاف جنسياتهم الذين يسبحون وينادون أوصنا خلص الآن. فبحب أدعو كل شخص أيضا أنك تسبح وتهلل ليسوع الملك معي من هذه المنطقة.